الجديد ديالي كاينين عندي ان شاء الله جوج مسلسلات باذن الله اللي غادي يدوزوا يمكن بوتيت خفض رمضان، لانه هذه امور حنا ما كنتحكموش فيها. حنا كممثلين كنصوروا، ولكن كيبقى التلفازه هي اللي كتقرر وهي اللي كتبروغرامي العمل امتى غادي يدوز. دونك كاين عندي عمل صورته مع السي محمد نصرات، مخرج اللي انا كنحماق عليه وكنكون مرتاحه بزاف فاش كنخدم معاه. وكاين عندي مسلسل اللي صورته مؤخرا في الصيف مع المخرجه جميله بن عيسى البورجي ومن انتاج سي احمد بوعروه، بطوله ديالي انا وربيع القاطي. وشوف كتبقى دائما كره القدم، وكتقدر في اي وقت كتسنى يا الربح يا الخساره. هو بقى فينا الحال، كنا بغيناهم على الاقل يبقاو حتى الاخر، ولكن ماشي مشكل ماشي مشكل. وهذا ما كيعنيش اننا نطيحوا منهم ولا نقصوا منهم، لانه حنا شفنا في لاكوب دي موند عطاونا الكثير والكثير، وان شاء الله مازال يعطيونا، ودائما غيبقاو اسود الاطلس. بالنسبه لدنيا باطمه، انا فاش عرفت البارح شنو واقع صراحه تالمت بزاف، وبقى فيا الحال بزاف بزاف بزاف. حتى شي واحد ما يبغي يكون في ديك البلاصه، وحتى شي واحد كيف ما تنقولوا عدوك وما تبغيهاش ليه، بالاخص عندها جوج بنيتات الله يفرجها عليها يا ربي. وان شاء الله نسمعوا شي خبر زوين يقولوا باللي راها خرجت لبنياتها ان شاء الله. شوف انا دنيا باطمه كتبقى بالنسبه لي دائما صوت رائع، وكاينه دنيا باطمه ما كاينش جوج صوت اللي ما عمر شي وحده ما غتكون في بلاصه دنيا باطمه. هادشي اللي غنقدر نقول لك، كتبقى فنانه وفنانه كبيره. مرحبا بيا عندكم ومرحبا. اش واقع؟ واقع الحمد لله كل خير، ربي يحفظكم. شرف لي انني نكون معكم اليوم ونكون في هذا الحفل تبارك الله الكبير، وكنشكر كاع المنظمين اللي منظمين هذا الحفل هذا واللي مساهمين اننا نتجمعوا ونعطيو واحد الصوره جميله على الطقوس المغربيه ديالنا والطقوس ديال الاعراس المغربيه ديالنا. وكنتمنوا من الله نكونوا عند حسن ظن الجميع، والله يفرح كاع الناس. وجد فرحان انني نكون معكم. وليد العزيز، كيف غادي نقولوا له وليد الركراكي برافو عليك وفرحتينا، وحنا ما نساوش الفرحه اللي دازت وما عمرنا غادي ننساها. هذه كيف تنقولوا البالون حظ، هو حظ وكنتاسفوا. وي راه كلشي تقلق وهذه، ولكن من بعد الحمد لله راه حنا عرفنا بان دوك الناس راه داكشي اللي داروه ما كناش كنحلموا به، والحمد لله وصلونا لواحد الحلم وعشنا معاهم واحد الحلم. ما غاديش يمكن اننا في ظرف واحد الخساره اننا نتقلقوا، مازال طامحين ان شاء الله في مستقبل زوين الكره، والحمد لله هادشي كيشرف بلادنا. وتبارك الله عليهم اللي في جهدهم راهم داروه، اللي في جهدهم داروا، ونتمنوا لهم ان شاء الله مزيد من التوفيق. وكوغاج الركراكي، مازال باغيينك ومازال تنحبوك ومازال باغيينك تكون معنا. كيفاش غادي نقول لك، هي كتسمى باعتقال وحنا كنسميوها عاوتاني. واش كنتمنوا من الله يا ربي يطلق سراحها دنيا العزيزه والاخت والفنانه والصديقه والفنانه تبارك الله والصوت الجميل اللي مشرفه المغرب كامل. لا اش غادي نقول لك، انا جد متاسف وراه باقي ما فاهمش وباقا ما نكذبش عليك. يا شويه صعيبه بالناس اللي كيكونوا صحابك وقرابين لك، راه كتجيك شويه صعيبه. الله يطلق سراحها والله يفكها ان شاء الله على خير، ونتمنوا ربي يفك كاع الناس وكاع مشاكل الناس. وهذيك البلاصه راه ما غنبغيوها حتى شي واحد، راه حتى شي واحد ما غادي يبغي. نتمنوا من الله خير، الله يفكها في القريب ويخلي لها لا فامي ديالها ويخلي لها الناس اللي دايرين بها، ونتمنوا من الله خير ان شاء الله يا رب. كنحبكم وتنموت عليكم دائما، اي لاف يو. تبارك الله عليكم، وديما نايضه مع يوسف وابي ان شاء الله، ربي يحفظكم. تبارك الله عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.